21 من مارس هو يوم تحتفل فيه الأمهات بأمومتهم، ولكن في مدينة الحوطة الوضع يختلف، فقد احتفلت أم نزار بأمومتها وهي عاجزة لا تستطيع الحراك بسبب جراحها المثقلة بالآلام جراء رصاصة غناص ميليشيا الحوثي وصالح التي لا تفرق بين مقاوم ومدني حتى ولو كانت امرأة. حاليا مش مستقرة الدكتور، قال شوية تدخل في الفقرة، حسها نار تصف ظهري، أنا رجولي وارمين وظهري، ما أقدر أمشي ولا أقدر أجي، الدكتور قال خطر كبير، تحر قلب أسرع ما يمكن. أم نزار تحدت الموت بعدما رأت أن ابنتها قد تفارق الحياة بسبب إصابتها بمرض حمى الظنك آنذاك، في ظل حصار فرضته الميليشيا لتستشعر حس الأمومة لديها تجبرها الذهاب في طريق هي تعلم أن الذاهب إليه لا يعود، ولكنها عادت وبدل أن تعالج ابنتها بدأت تبحث عن من يعالجها. خارج رحت المستشفى قبل بنتي، كان بنتي مصابة بالحمى شنقت علينا، طبعا زوجي كان مش موجود، كان بصنعاء ذيك الأيام، رحت عند أخوها في المدرسة، احنا كنا نازحين بسفين قطرة مسكتك على بال ما روح جيب علاج ورجع. رحت المستشفى طلبني قناص من الذراع وأنا أشتري عند الثقافة، استبت في ظهري. أوراق كثيرة وفحوصات عديدة والإمكانيات شحيحة والمؤونة التي لديهم لا تكفي لوجبة واحدة، والمسكن هو في حقيقة الأمر دكان صغير لا يصلح للسكن. ذان اللي قالوا لنا مع الجرح الدولة اللي دحين تلفت لنا، في مننا كثير كثير ناس محتاجين علاج، أنا ما أقدر أمشي، بس معي ثلاثة عيال، بصير عيالي إيش؟ بس تفرق على وجه عيال حسر، تفرق على وجه ابني 11 سنة صباح يخدمني ابني المفروض يلعب يفرح يدرس، بس ما يشيل همي صباح ابني شايل همي. رغم تحرير مدينة الحوطة إلا أن الرصاصة تحتل جزءا من جسدها لتذكرها بأن الميليشيا مرت من هنا، فهي لا تحتاج إلا لمقاومة جراحية تستأصل ذكرى مريرة من صفحات حياتها، وإلا فإن حياتها قد تسوء. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.